يعني عم ننور الله ينجينا. وهذه القصيدة الحقيقة يمكن قد تكون شعرا أول ما كتب عن الزهايمر، لا أذكر أنه كتب، وهذا طبعا ليس يعني مديحا ولكن توصيفا للواقع، لأنه موضوع صعب على الشعر. هناك رواية لغازي القصيبي عن الزهايمر، بس الحقيقة ما كنت قادر أكتب عن هذا المرض بعد أنه أصيب في عدد من أصدقائي ومعارفي، وخاصة أنه لم أكن أعرف بالسابق يعني سابق عن إصابتهم. فشخص سلم علي عادي على أساس يجاوبني أجوبة طبيعية، يعني أنا أحكي بالشرق وهو بالغرب، ما حدا عارف شو عم بصير. فمن وحي هذا الحوار السوريالي مع مصاب أو مصابين بالألزهايمر طلع معي هذه القصيدة. في شارع الحمراء حيث اعتدت أن أتصفح الطرقات بالأقدام بين البيت والمقهى التقيت به، وكان زميل دراستي زمن الطفولة، قبل أن ترمي مصائرنا بنا كلا إلى قدر، وإذ صافحته بحرارة لم يكترث، بل مد لي بتوجس يده وحدق بي مليا، ثم تمتم من وفتش عن ذبالة صورتي في جيب عتمته فلم يفلح، كما لو أن وجهي محض سوء تفاهم بين الشكوك وبينه، حتى إذا غشيته صحوته أخيرا صاح مبتهجا: عرفت؟ أين أنت اليوم؟ هل ما زلت تعمل بالزراعة؟ هل تتذكر الماضي الذي انقطعت أواصره البعيدة منذ كنت مربيا للنحل في ذاك الزمان النضر؟ كيف غفلت عنك؟ أظن إن لم أخطئ التخمين أن خلية النحل التي قصرت في إطعامها عمدا تخاطفها سواك وربما انقرضت أخيرا. قلت: لكني، ولم أكمل، فقطعني وقال: لربما اختلطت علي الذكريات. فقلت: دعنا يا صديقي من حديث النحل، فهو مخاتل شأن الجميع وهذه الأشياء تحدث غالبا. فأجابني: في مثل هذا العمر لا تأمن إلى أحد، وقال كمن يحدث نفسه: حتى الكلاب تخون صاحبها. ولكن ما لنا ولهذه الأفكار؟ قلت، ثم أضفت: تبدو متعبا، أتعيش وحدك أم لديك رفيقة ترعاك؟ قال كمن يصوب نحو فكرته ويفشل في تصيدها: بلى، لكنها شأن النساء جميعهن، لأتفه الأسباب تنهرني كما لو أنني طفل. وتابع واجما: هي لا تحرك ساكنا في وجه قطتها التي تتحين الوقت الملائم لافتراسي، كيف أفلت من برافنها؟ فهذا القطة الشمطاء ما تنفك يوميا تمدد جسمها كالنمر في الممشى وترمقني مكشرة بنظرتها اللدودة. قلت: لكن لم تحدثني عن الأولاد. قال: تفرقوا في الأرض. ثم أضاف: حتى الملح يفسد هذه الأيام. لكن مما تعتاشان؟ قلت. فقال: هل تدري بأني في مراهقتي صبوت إلى امتهان الرسم، لكن الحياة تبخرت ألوانها، فاخترت تعليم الرياضيات في إحدى المدارس قبل أن ماذا سألت؟ فقال: أن يتكالب الشعراء ضد نباهتي في النظم. ثم عملت فيما بعد بحارا، ولكن الرياح كثيرة الشكوى كعادتها، ولم تعد المياه كما عهدت تثير شهية الأسماك للإبحار صيفا. ثم خبأ دمعة في كمه ورنى كمن يرنو إلى فضلات مأدبة تقادم عهدها نحو الغيوم، وقال لي: من أنت؟ قلت: رفيق أيام الطفولة. قال: تخونني الأسماء فاعذرني. وأبصر طائرا بالكاد يسعفه توازنه على سلك، فقال: كم الحياة ثقيلة، ولذا الطيور تظل في الأعلى. وفيما يشبه الدوران حول النفس خيل لي بأن يديه تتخذان وضع حمامة بيضاء موشكة على الطيران. ثم أضاف منتشيا: أتذكر كم من المرات طاردنا فراشات الحقول معا،
وأحصينا النجوم على أصابعنا وساهرنا المواقد قبل أن تغفو، أتذكر؟ قلت أذكر. قال أبي مريض بالسحايا، غير أني لم أزره لكثرة الأشغال. قلت كنت أظن أن أباك مات، فقال مات؟ أظنه ما زال حيا. ثم حاول أن يهاتفه فلم يفلح، وتابع ذاهلا، هو طاعن في السن، لكن الزمان أصابه وهو العجوز بآفة النسيان. ثم كما تذكر فجأة أمرا خطيرا قال فات الوقت. قلت عم؟ فقال على معاينة الطبيب، وراح ينظر نحو ساعته، ولكن ما اسمه؟ أتظنه ترك العيادة؟ قال لي متأففا وأضاف في أي الأماكن نحن؟ كيف سهوت؟ لكن كيف يمكنني العثور على العيادة؟ هل تساعدني؟ وأردف قائلا من أنت؟ واتخذت ملامح وجهه شكلا نباتيا، كما لو أن ثقبا في الزمان تسربت منه الحياة ورده نحو الجذور الأم كي ينمو مع الأشجار ثانية. وحين مضى التفت إلى الوراء لكي أراه، فلم أجد له أثرا. وقال الله